صباح الخير، عاملين ايه؟ انا بقالي كتير قوي مصحيتش الصبح بدري، فقلت دي فرصة عشان اصور الصبح كده. ف هعمل بقى حاجات انا بعملها الصبح قبل ما الناس اللي معايا دول يصحوا. كنت عايزة اكنس الارض والمكنسة، بس هعمل ازعاج للاخرين عشان احنا لسه بدري الساعة 8 الصبح. فهروق الدنيا كده ومع بعض بقى. كل يوم الصبح أو كل ما بصحى يعني بعزل الفرش ده على الركنة، الفرش ده على شنطة اللي عملهولي، كانت عملهولي لما كنت بتجوز عندي 100 كروشيه، هو كان معمول للسفرة أصلا، بس حسيت إن هو هيبقى السفرة فاقترحت وبقيت بحطه هنا على طول، وبيدي شكل حلو كمان، وبيحافظلي على ظهر الكنبة. وكمان لو اتوسخ يعني لو هو اضطرب او حاجة بحطه في شوية مية دوني كده وخلاص الدنيا تبقى كويسة. انا هوريكم مشترياتي دلوقتي اللي هغير بيها ديكور المطبخ علشان رمضان، تمام؟ انا كل فترة بحوش واجيب حاجات، يعني مثلا كل شهرين كل 3 شهور على حسب انا عايزة مثلا مبلغ كام، وعلى حسب المبلغ ده انا بحوش الفلوس، ماشي؟ فدي كانت اخر نزولة ليا، فهوريكم الحاجات اللي انا جبتها. بصوا، دي اول حاجة الكوبايات دي عجبتني قوي، هي بلاستيك، دي ماركتها، كانت واحدة ب8 جنيه، جبت منها الشكلين دول، ده وده، ماشي؟ بس انا مش عارفة دلوقتي انا هشرب فيهم او احط فيهم حاجات، لسه مش عارفة استخداماتهم ايه، بس عجبتني الوانهم قوي، خصوصا دي، يعني دي انا جبتها عشان كأنها اطفالي شوية، ودي جبتها علشان انا بحب الالوان دي قوي. وبعد كده جبت بتاعت الفلفل الاسمر دي، في طبعا اشكال كتيره وانواع كتير، بس انا بحب الحاجه اللي هي الاصليه اللي هي الخشب اللي هي العاديه خالص، مش الاكريليك او اي حاجه. اهي دي كانت ب55 جنيه، فهي فرنج الاسعار دي باين، يعني انا مش عارفه اسعارها، بس انا حسيت ان هي مش غاليه يعني، فجبتها. ده المقاس الكبير. بعد كده بقى جبت طقم التوابل ده، الاكريليك ده، ماشي؟ الطقم ده انا كنت عايزه اشتريه من ايام جوازي، بس كانت فلوسي بقى خلاص، كنت فلست، وانا كمان كنت جايبه طقم توابل تاني، فقلت خلاص انا مش هعمل يعني فرح باللطقم. بعد كده قلت اشتريه بعدين، فالمهم لقيته نزل تاني، فقلت هشتريه، فكان هو بسعره 65 جنيه، بس الراجل اداهولي في حدود 55 جنيه او 59 جنيه على الاقل، عشان فيها غلط، فيها الكسر ده، فادهولي ارخص من السعر الاصلي بتاعه، فقلت له تمام ماشي، ورديت بالدنيا دي. وبعد كده الراجل وهو بيحطهولي في الكرتونه راح وقع كله تاني على الارض، فقلت له لا انا كده بقى، انت هتديهولي بكام يعني انت في انا هاخده ببلاش ولا ايه؟ بس المهم بقى ايه، الحمد لله ما حصلهوش حاجه. جبته هو عبارة عن 6 قطع،
ماشي. انا جايباه عموما كديكور يعني، احط فيه مثلا حاجات ديكور يعني، مش استخدام عملي، عشان انا حاسه ان هو مش عملي. بس انا كنت جايباه عشان كان حاجه نفسي فيها وخلاص. انا دول 6 ناقص واحد، هو في واحد محشور جوه اهو، خليك جوه مش لازم تطلع. المهم بقى ايه، جبته كده كده الكسر ده مش هيبان، فانا ما دققتش عليه. وبعد كده بقى بعد ما هو انا واخداه مكسور اصلا، وكمان وقع على الدش من الراجل، بس الحمد لله ما حصلوش حاجه. تالت حاجه حصلت لي وانا مروحه، كنت معايا اساس السيفن، راحت اتكسرت في الشنطه. وبص غرقت لي الكرتونه ازاي، خلت الكرتونه كلها مبلوله. فقلت هو في يعني انا نحس ولا ايه بالنسبه للطقم ده. فبص هو انا لحد دلوقتي الحمد لله الدنيا دلوقتي بقى هعمل حاجات مركونة عندي بقى لها اسبوع. عندي فرش السرير اللي انا بحطه على ظهر السرير اتقطع كده فخيطه، وكذا بنطلون بقى طلعتهم كده كانوا مفتوقين ومقطوعين فخيطهم برضو. انا يعني انا لسه بتعلم على المكنة، ومش حريفة يعني، مش خياطة، بس يعني كويسة يعني ايه، بخيط على قدي كده. هو اي نعم الخيط كل شويه بيقطع مني، بس انا مش عارفه ايه السبب. لو حد يعرف السبب يقول لي، لان انا مش عارفه بجد. وسالت كذا خياط او ترزي مثلا لما بيجي الصدفه، كل واحد بيقول لي سبب، فانا مش عارفه. واحد يقول لي العيار، واحد يقول لي نوع الخيط، واحد يقول لي الابره، وواحد يقول لي نوع القماش، فانا مش عارفه. ف يعني ايه، ممكن تقولي لي لو انت بتفهمي في الخياطه وكده تقولي لي. تمام، فدلوقتي هخيط الحاجات وهتشوفوا بنفسكم. دلوقتي هنعمل الغدا. جاي هعمل فراخ بطريقه بسيطه خالص. جبت فرخه اهي، اول حركه ان انت لازم تفتحيها كده من فوق كده علشان التتبيله تخش في اللحمه بتاعتها. يعني انت عايزه تطعمي الفرخه جامد، هتفتحيها كده. بصوا شايفين اهي، اهو ده الدبوس اهو كده. توم بودر، بصل بودر، بهارات فراخ، كزبرة، فلفل اسمر كتير بقى، تمام، ثوم، ليمون، الخلطة اهي. وهبدأ اقلبها كل المكونات دي، هقلبها مع بعضها. ثوم بودر وبصل بودر وملح وفلفل اسمر وشويه كزبره وشويه تتبيله فراخ من عند العطار، وكمان فلفل اسمر وبابريكا. لا نسيت احط البابريكا، شويه بابريكا بقى ايه عشان يحمروا الدنيا، عشان الفرخه تبقى لونها احمر كده. تمام، الفرخه اهي هحطها دلوقتي في رجعت تاني للروقان ده. مش عايزه اقول لكم والله الريحه عامله ازاي. بصوا الفرخة اهي ريحتها حلوة وطعمها كمان جميل اهي اهي، مع بقى المكرونة الاسباجيتي شوية مخلل كده وخلاص. دي كده ايه، اكلة بسيطة خالص واسهل طريقة فراخ
ممكن تشويها في الفرن بتتبيله بسيطه خالص، ان شاء الله حتى ملح وفلفل. يعني لو انت رشيتي شويه ملح على شويه فلفل وزيتون، وقصدي وزيت، خلاص كده. بشرب بقى كوباية الشاي دي بالجنزبيل، هي اللي بتروق دماغي بعد يوم طويل. وبكده يكون الفيديو خلص، ربي يكون عجبكم وتابعوا سارة الفيديو الجاي. ولو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك، اعملوا سارة لايك يعني، و فعلوا الجرس عشان لما تعمل فيديوهات جديدة توصل لكم، واشتركوا في القناة لو انتوا لسه مشتركتوش. اهلا بيكم، وتابعوني الفيديو الجاي. باي باي.